لما نسمع عن الأرستقراطيين والبرجوازيين منعرف أنه كلاهما يرجع لطبقة اجتماعية رفيعة، لكن شو الفرق بيناتهم؟ أصل كلمة الأرستقراطية يوناني كونروستو. كونروستو يعني الأفضل أو الأحسن، والأرستقراطية معناها حكم الأفضل، وأصل الكلمة يوناني. فالمصطلح ظهر لأول مرة عند الإغريق. رح خبركم القصة من البداية. كانت هناك طبقة اجتماعية ذات منزلة عليا بتتميز بكون موضع اعتبار المجتمع، وبتتكون من أشخاص وصلوا لمراتبهم ودورهم بالمجتمع عن طريق الوراثة، وكانت عندهم كمان الخبرة الكافية في إدارة وتحديد المصلحة العامة للشعب. مارست هيدي الطبقة الأرستقراطية الحكم التقليدي، وهو باختصار الحكم الوراثي. هيدا الحكم بتحكم فيه الأقلية الأكثرية حكم فكري وديني وسياسي واقتصادي. بس مع الوقت طور واقع الأرستقراطية من حكم الأقلية الفاضلة إلى حكم الأقلية المهيمنة على الموارد والناس وتوجيههم لمصلحة مصالح الشخصية. وهنا بدأت نهاية الأرستقراطية. ففي القرون الوسطى بدأت العوائل المالكة تفقد السيطرة، وبلشت التجارة تزدهر، وأفرزت طبقة متنفذة من وسط الشعب كأصحاب رؤوس الأموال. وهذه الطبقة ليست من أصول نبيلة كالأرستقراطيين، لكنها تمتلك النفوذ المادي، وهيدي هي الطبقة البرجوازية. كلمة برجوازية أو برجوا هي كلمة فرنسية أطلق الشيوعيون لوصف الديمقراطية السائدة بأوروبا. باختصار، الأرستقراطية هي طبقة العوائل الحاكمة، أما البرجوازية هي طبقة رجال الأعمال والتجار الغنية. الأرستقراطية تعتمد الحكم التقليدي الوراثي، أما البرجوازية فهي تحكم عن طريق الانتخابات. الأرستقراطيون هن منعزلين عن الشعب، أما البرجوازيون فهم من الشعب وبيحتكوا بالطبقات العادية من الشعب بحكم ممارستهم التجارة. في الماضي الطبقة البرجوازية هي اللي شكلت الضغط على الطبقة الأرستقراطية لتعمل تحديثات وإصلاحات. بعدين صار صراع الطبقات اللي أدى إلى أنه الطبقة البرجوازية تحقق مكاسب كبيرة على الطبقة الأرستقراطية. رح أعطيكم مثل شو صار ببريطانيا. الثورة البرجوازية أحدثت الديمقراطية، فرجال الأعمال والتجار والأغنياء وقفوا أمام الملك، وأصبح هناك ما يسمى بالثورة الإنجليزية، وهيدي الثورة هي اللي أنهت الحكم الأرستقراطي بهيداك الوقت.